نخرج شوية من القمة نروح للقاعة. نروح للقاعة. الدنيا بقى عاملة ازاي في القاعة؟ الاسماعيلي عدى؟ لا طبعا. لا ليه بس؟ الحد الادنى للعبور 35 نقطة. ايوه ما عند الماتش الجاي المقصة غالبا معلش. هيكسب. معلش. هيبقى 32. خلينا نمشي بالرقم. وهيبقى عنده هيبقى لاعب 27 وفاضل له 7 ماتشات مش أداء هياخد. اداء كان مبهر الماتش اللي مبهر فات. واداء حتى لو سقطت حاجة زي ماتش بيراميدز في النص لكن حمزة عامل شغل كبير قوي. جدا. حمزه مظبط الدنيا وحسني لما هدي على الدكه بقت الامور تدار بشكل كويس لكن حمزه لازم الناس تحييه جمهور الاسماعيليه اللي عامل ملحمه بصراحه. هتقولي كده الاسماعيلي هو الاسماعيلي حمزه مسكه كان عنده 11 بونت دلوقتي عنده 29 بونت يعني واخد كام بونت يا كابتن ما شاء الله داخل في كام 11 و29 احسبوها بقى حوالي 18 بونت ما شاء الله واخده كان كسبان اظن ماتش واحد دلوقتي كسبان 7 ماتشات وما كسبوا ماتش كمان مع حمد ما شاء الله يبقى كسبان 5 ماتشات واعتقد متعادل 3 ماتشات لم يخسر سوى من الزمالك وبيراميدز خلي بالك طبيعي تقريبا جدا. يعني طبيعي جدا فنتائج طبيعيه غير طبيعيه ممكن يكون بيراميدز العدد الرقم مش هتفرق الرقم لكن في النهايه هو عامل اداء كويس اللعيبه ملمومه بشكل كويس روحهم كويسه بيحاولوا بيجتهدوا وعلى فكره فيهم لعيبه كتير كويسه يعني حته انه اصل ما مشي وبتاع الحاجات دي مؤثره لكن اللعيبه دي خدت فقدان ثقه من تغيير مدربين كتير تغيير مدربين كان غيره حمزه اللي كان بيجيب تسع اللي بيخسر 9 نقاط كان غيره حمزه ما انا عارف والله العظيم كان عارف وما لقاش مدرب لكن انا قعدت اصوت هنا على الهواء يعني لا بالظبط لان انا كان لها موقف مش حكايه حمزه انا بحب حمزه جدا لا لكن حكايه الاسماعيلي لازم يستقر استقريت استقراره خسرت الرابطه يعني احسن قرار لما اتغلب من بيراميدز تجديد الثقه في المفروض حتى ما جددش الثقه خلاص اسيب الامور تمشي ولا تجدد ولا حاجه ولا حاجه الامور تمشي ورد الفعل كان كويس جدا من اللعيبه رد الفعل هايل من الجمهور لا موجودين ده انا عرضت لقطه على ثلاث لا هم هايلين ده العيلين يعني بصراحه حتى من الاسماعيلي للجونه ضيع جمهور الاهلي والزمالك والاسماعيلي عاملين ملاحم محله كمان جمهورها والله شكلهم يفرح في 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 الملعب بشكل كويس مش عايز اضحك لهم فعايز اقول لك انه بص يا كابتن ده في ماتش الجونه ولا في ماتش بيراميدز ده في ماتش الجونه دول طالعين من الاسماعيليه للجونه انت فاهم بص الفرحه الهستيريه ده طبعا بعد هدف حاجه ولو ان العدد قد يكون يعني مش كبير قوي لكن بالاعلام وبالتنطيط هو كبير بالصوت وكبير برافو عليه ولا ما شاء الله يعني فعاملين شغل كويس حمزه ما يناموش بقى اللعيبه الماتش اللي جاي يعرفوا ان هم لسه في دايره الخطر انا قلت دايره الامان 35 نقطه دي دايره الامان على كل الفرق هو كسبان المصري وسيراميكا وسموحه وفيوتشر والجونه ماتشات تقيله كل الماتشات تقيله دلوقتي كمان كل الماتشات تقيله احنا اللي بنقوله على القمه هنقوله على فرق القاع لانه طيب خليني كتير جدا هيلعبوا بعض انا بقول لك انه الاسماعيلي ضمن لكنه همشي معاك انا بقول لك الاسماعيلي ضمن انا بقول لك انا ما بتكلمش على ده هيضمن ولا الاسماعيلي ضمن الاداء ده يضمن نعم لكن انا بتكلم على ما يزعلوش بس مني بتوع المقاصه لما قلت هيكسب المقاصه انا بتكلم على الدوافع اللي موجوده وحياه المقاصه بعد ماتش النادي الاهلي طيب الامان هو 35 من 34 ل 35 بونت على فكره نقطه الهبوط السنه اللي فاتت كانت 30 مش اكتر لكنه كان بعد ما بدات تظهر القصه يعني طيب خلينا من الاسماعيلي وشبه